صحيح يا عم السلام احمد، يا عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشق الطبيعة يحييكم، ومن هذا الاسم عشق الطبيعة الخلابة أقدم لكم هذه اللقطات الجميلة من جنوب فرنسا، أهداها لي حبيبي وصديقي مكان رمي الجبال. القارئ الأستاذ محمد أبو زكريا الذي يقدر عشقي للطبيعة ويبعث لي دائما في هذه المناظر الحصرية بواسطة كاميرته الجميلة، لأنه يعشق الطبيعة مثلي. القارئ الأستاذ محمد أبو زكريا الذي يشرفنا في الإذكار، الرجل الذي يقوم بالشرح في الأذكار في قنواته أذكار الصباح والمساء، والذي يشرح بطريقة ورش عن نافع طريق الأزرق، ويشرح لنا كل ما هو جديد، فتتبعوه وتتبعوا هذا الجمال، وإن أعجبكم فشيروا عليه وأعجبوا بالقناة وشاركوا فيها لكي يأتيكم كل ما هو جديد عن الطبيعة الخلابة في جنوب فرنسا وفي كل مكان في فرنسا بواسطة كاميرا الحصرية لأخي القارئ الأستاذ محمد أبو زكريا. فإن أعجبكم هذا فتابعوا القناة، وعلى جمال النبي صلوا. تابعوا بقية الفيديو يا أحبتي لكي تروا كل الجمال وكل التفاصيل، وتسمعون بصوته الذي الراجل صراحة صرح لي بذلك علانية، قال له خد يا حبيبي يا أستاذ محمد صالح، إننا صديقان متحابان، وشاركونا هذا الجمال يا إخوتي ويا أحبتي، أثابكم الله. صالح، السلام عليكم وبركاته. كم أنت جميلة يا طبيعة. شكرا لك يا أستاذ محمد، فنان حتى في التقاط الصور، إنك تدوس على الوتر وتحب الجمال. الله جميل ويحب الجمال. شكرا لك يا أستاذ محمد، شكرا لك على كل ما أهديت وكل ما أعطيت لتفيد الناس، عشان غزوا نظرهم بهذا الجمال الطبيعي. سبحان الله، ايه ما زفاه عزيز ومشان، سبحان الله ذا سيفون ياسين ما شاء الله، طابت نتن طابت نتن تسمى ذانيتي ما شاء الله، من بعد زنوز انا غير تسمى الكوري الكوري مغا ما شاء الله، مشان الكوري ورم الكوري مغا ما شاء الله، رقم من يعتفن ما كان سن ومشان تسمى قناة ميغا ما سمش انا جيت النخي وتاه هذا في فوناسين ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله،
قولوا ما شاء الله يا اخوان، اللي شاف هذا الفيديو قولوا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كاريه ما شاء الله 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 ما شاء الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. ما شاء الله 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 ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. مكان جميل جدا، يعني مكان جميل جدا لتربية الأبقار ما شاء الله. نعم الحمد لله على نعمه العظيمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. معكم القارئ محمد، قارئ محمد ما شاء الله، قارئ محمد. قارئ محمد مع البقرة، سورة البقرة ما شاء الله. هذه نصبر مع سورة البقرة ما شاء الله. اللهم بارك بارك الرحمن.